سعيدة بلقائكم مشاهدينا الكرام في قناتكم قناتكم الجزائريين بنا تيفي، معكم الشيف صبرينا. والله سعيدة أنا بلقائكم من جديد لنقدم لكم اليوم طبخة من ابتكاري شوية هكذا، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتردونا بالخبر، اللي هي روجي بوجي. كي نقول بوجي نقول لؤلؤة الجزائر، نقول بجاية العزيزة اللي أنا بنتها. نبدأ بالمقادير اللي هي روجي. تقدروا تديروا حاجه واحده اخرى، مش لازم تديروا الروجي، هذه سي فاكولتاتيف. تقدروا ديروا حتى الدجاج، تقدروا ديروا اللحم، تقدروا ما ديروش كامل، ديروا غير وحده هكذا تجي بنينه ان شاء الله. عندنا ثوم، عندنا حنديروها بلوبيا الحمراء، ناكد عليها اللوبيا الحمراء اللي هذه كانت تجي في لي بواط، تقدروا تشريوها وتبيتوها وتغليوها، لازم طيب، هذه طيبه تقدر تقولوا طيبه. عندنا حبه تاع طماطم كرفجه، عندنا بصل، هذا عندي نوعين من البصل، عندي بصل كرفجتو، عندي بصل اللي كنت هضرت عليه بالحصص القديمه اللي كنت قطعته وشيحته مع شويه ملح للشمس حتى يبس لي يعطي ذوق رائع مع الاكله. عندي هنا توابل اللي كنت درتهم تاع توابل تاع الحوت، الملح ما نديرلوش خاطر البصل تاعنا فيه ملح باش تعادل بينهم. راح ندير شويه فلفل الكحل، وهذه التحميره تاع الليمون فندير بها. ثم طماطم مصبره طبعا، معدنوس وزيت زيتون، زيت زيتون ناكد عليه، نديرو كميه وما نخافوش زيت زيتون، ما نخافوش عليه. انا رايحه نرفد الروجي تاعي نسبق به، راح برك نشلحو هكذا باش يدخلو يدخلو غير، وخليته هكا كامل، خليته بلوخر نقيته غير من الفوق برك. وهو غير خرج من البحر جبته هكذا كفري، ما نديرولوش الفرينه. انا حبيت الذوق هذاك تاع الروجي يقعد لي، وراكم تعرفوا الروجي هذا يطلق لي صلصه، مش صلصه هكذا، شغل زيت احمر، زيت احمر اللي سحقيته في هاد الاكله. وانا دو كان غير نخليه يتشوح لي برك من الفوق هكذا، نحيه وندير هذه اللي قلت لكم عليها، وما نديرلوش ملح، نخليها هكذا خليها هكذا، كي نقلبوا لي نديرلو شويه ملح. انا نغسل هذه باش نزيد ندير عليه. نزيد نذكركم مشاهدين الكرام واش اللي راح ندير. انا راح نقلي الروجي هذا تاعي، نجرب نحركو غير شويه هكذا راكم تشوفوا ولا لاحظتوا، او بدا يخرج هذا واش حبيت انا لي سوك، هذا يسمو لهم لي سوك تاعو، هذا اللي راح يعطي ذوق وبنا للطبق اللي رانا حن نديرو دوكا معاكم. نخليه شويه يتقلى، راح ياخذ لي برك اللون، مانيش حباتو يطيب خاطر من بعد نديرو مع لاصوص من الفوق، نخليه يطيب ونغطي عليه، نخليه يتشرب لي لاصوص هذيك اللي راح تطيب لي مع اللوبيا الحمراء. والروجي معروف ما يشدش الوقت، ما يشدش الوقت في الطياب. انا لو بالمرصاد خلاص، انا هذا واش حبيت ندير، حنحيهم بالحبه. كنت تعرفوا الروجي بلي ما عندوش روح، كيما هو كيما الميغلون، هو ما طابش من الداخل، راني برك ديت الريحه تاعو حبيتها تقعد لي هنا.
ها واش حبيت انا نوعين من البصل اللي هضرنا عليهم، زيت الزيتونه هو مليح للصحه ما يضرناش، ومن الاحسن نديرو ثاني في الاخر لان زيت الزيتون كي نطيبوه ما ينقص شويه من النوعيه تاعو، وهذا زيت زيتون بكر الوغ جديد حنا نرمي عليه البصل اللي كنت هضرت عليه، وهذا قلت لكم مالح. والطماطم اللي ذكرتها في المقادير اللي قلت لكم طماطم اللي اليابسه راني درتها مع التحميره اللي موالفه نديرها معاه، حندير بيدي فوالا كميه معتبره فلفل كحل. يستحسن نبدلو بلاصه، لازم نرفد حاجه لازم علينا نقليو مليح البصل هذا حتى يدبل لي. وهنا في المرحله هذه حنزيد عليها طماطم، حبه تاع طماطم اللي درنا، ثوم لازم نتهم، ما عندناش نحب نديرهم من الاول حتى الاخر هكا يعطي نكهه ثاني سواء بالسمك اللي ما نستغناش عليهم هنا في اطباقي. انا حبيت نهضركم على الطبق هذا، اني قعدت هكا وحدي، انا نحب كي نقعد وحدي ولا احيانا نمشي في الطريق هكذا نسوق ولا تجيني فكره في راسي، نعرف ندمج الاشياء مع بعضها، نبتكر، نحب نشوف حاجه اللي ترد على الاخرى، نجرب قبل جامي درت حاجه في هذا المطبخ وما جربتوش في الدار، هذه شهاده يشهد عليا ربي، لازم نجربها وندوق تاني ماشي واحد عبد ولا زوج باش يعني كل واحد والذوق تاعو، والحاجه اللي نلقاها ناقصه لازم نزيدها، ونجيبكم المقادير اللي لازمه باش تنجح لكم. ورانا هنا الشيفان كامل اللي عاملين على هذه القناه يشطروني الراي انهم يقوموا بالواجب الحمد لله، هذا كامل لارضاء الجمهور الكريم جمهور بنا تيفي، ونعرف باللي هو على تواصل مستمر مع القناة، هذا شرف لنا جميعا، وماذا بينا ترسلونا وتعطيونا اقتراحاتكم الجديدة، ولا عندكم حاجة جديدة حبوا تشوفوها، حاجة هكذا انتم حبيتوا تجوزوا مرحبا بكم، ما فيش مشكل في أي مطبخ يعجبكم، القناة تفتح لكم الفرصة لكل الأنامل الجزائرية باش تكون في هذه القناة. أنا حنرمي اللوبيا الحمراء تاعي اللي قلت لكم طابت، أنا عندي برك من والمسخون اللي ما استغناش عليه طبعا، اللي حاب يدير الروند هنا في هذه يديرها تاني كا مليحة الروند في هذه الحاجة. انا ما درتش، تقولوا علاش صابرين ما درتش كمون، انا در كاين كمون في توابل، التوابل هذه تاع البحر فيه كمون،
ما حبيتش نكثر بزاف. هذه ثوم مهروسه مدقوقه شيحه يابسه، ثاني تعطي ذوق مليح للطبخه. انا راح ندير حاجه برك، نحط الماء عليها وندير لها عصير، مش عصير، ندير لها طماطم مركزه ونخليها تطيب على غرضها. عليتنا اللي ما حبش طماطم على فكره ما يديرهاش، واللي يحب يديرها يديرها، ما يحبهاش ما يحملهاش، ولا اللي باش نحيو شويه لاسيديتي تاعها ندير لها شويه سكر. نرفدوا الحبات تاع الوجي تاعنا ونحطوهم. على اقل من مهلكم يا سمكاتي. هنا كي خلينا هكذا على بالكم بلي الحوت ما طابش داخل، نحسبوا حتى 7-8 دقائق ما نزيدوش. الروجي ما ياخذش وقت كامل في الطياب، نحرصوا عليه، ولا لقيتو طاب نحيوه وخليلو بيا ديك تزيد تجمر، ومن بعد انا ندير له لقطه تاعو ولا نخليها هكذا احسن باش يتفور باش كامل. وحن نجوزو انا وياكم مش تحليه، نقدر نقولوا اميل تشيك، نقدر نقولوا ان جو، نقدر نقولوا انا خلطت كلش باش نديركم عصير عجبني وراح يفيدكم. كاين ناس يحبوه وما على بالوش باللي قادرين يديروه عصير، الا وهو عصير الشمندر اللي هو لو بيتراف مع لي بانان. ولا صدقوني حاجه لازم تجربوها، ما لازمش تقولوا برك باللي البيتراف ما يمشيش، هذا برك نديروا السلطه وكامل، عنده فوائد كثيره، عنده فوائد مليح للزانيمي اللي عنده نقص الدم، فقر الدم، مليح للاطفال الصغار تانيك، يعطيهم حيويه. السكريات ما ننساوش باللي عنده السكريات تانيك، المرضى السكر من نجنبوه شويه. انا راح نديره معكم ان شاء الله وحيعجبكم، وارتضونا بالخبر. انا راح ناخذ البلونجور تاعي باش راح نبدا. هلي ناخذ الحبات تاعي، ناخذهم هكذا ما حبيش هكذا سهلين، اللي هما 4-5 حبات تاع شمندر. انا كي صغار راح ندير حتى 5 حتى 4 حبات. 4 شحال درت هنا؟ درت 5. هاي حبه تاع البنان. علاش ما حبيتش ندير لهم مقبل لي بنان هادو باش ما يتاكسدوش معايا؟ راح ندير لهم عصير الليمون اللي ما نستغناش عليه في كامل اطباقي، كامل العصائر اللي راني ندير. وفي الايام القادمه ان شاء الله انتظروني في عصائر جديده تانيك فيهم، ندخل فيهم بزاف الخضر مش الفواكه. الخضر معروفه يتندر بها العصائر، بصح انا حندخل فيها حوايج ان شاء الله تعجبكم. راح ندير هنا كريم شونتيي قيس 2 مغارف، وما تنساوش باللي حلوه عصير ليمون. مبشور ليمون. والحاجة اللي راح تجمعني الأشياء هذو كامل هي طبعا ماء مثلج اللي حطيته في الثلاجة. هو مثلج طب حيخرج لون رائع.
هذا كل ما نخدم به لازم يدير لي بروبليم. هاكم تشوفوا مشاهدين الكرام مع اللون اللي كيصير معايا لون رائع. لازم نحيوه مليح. انا راح نصفيه، لازم يتصفى باش نحيولو باش يكون املس. لازم يتصفى ونحطو في الثلاجة. وحنا لوجي تاعنا راهو يطيب مع الاخر، مع اللوبيا راح يطيب. دوك نحيها انا لوجي هذاك باش ندريسي، نحطو غير من الفوق. ما تبدلوش القناة اعزائي المشاهدين، راجعين بعد لحظات. رجعنا لكم مشاهدين الكرام بعد ما العصير تاعنا تاع الشمندر والموز اللي درناه اللي تكلمنا عليه مقبيل او درتو. حبيت نتكلكم بلي هذا العصير مش كتير حلو لكونه انه الشمندر فيه سكريات والموز فيه ايضا سكريات. وما تنسوش بلي درنا له لا شانتيي، كريم شانتيي. ولا جاكم شويه هكذا ماشي حلو زيد ديروا سكر، ما كاش مشكل. انا دقته لقيت شويه مخصوص سكر، زدت له سكر ما فيش مشكل. روجي بوجي ها وجد معانا، هاو يفور. ما عليا غير ندير له شويه معدنوس برك هكا من الفوق، نخلعوا برك شويه هكذا هاك غير هكا برك من الفوق تو برك هكذا. أكل لكم من الريحة تاعه والله غير زاكية. شوية في الوسط انتو ما زيدوا له شوية تاع عصير ليمون ولا لي عند كي تجيو تاكلوه. اللي يحب ياكل الروجي هذا كي يديروا عصير ليمون يجي روعة. أنا مشاهدين الكرام معليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.